بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم تاني ولسه مع آيات سورة هود والحديث عن سيدنا نوح. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. انتوا بتسخروا الآن وإحنا هنسخر منكم الآن ونسخر منكم بعد ذلك، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يحكم عليكم بالإغراق. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. العذاب هيبقى فيه خزي وندامة لمن طمس الله على بصيرته ولم يؤمن معنا. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه، أي ينزل عليه عذاب مقيم، هيبقى في عذاب وفي يعني مخلد في النار والعياذ بالله. وبعدين ربنا بقى يحسم القضية، حتى إذا جاء أمرنا، جاء الوقت المحدد وفارت النور، اللي هو الخباز، المخبز فار بالماء اللي هو المكان اللي بيضعوا فيه الخبز، ودي كانت علامة لسيدنا نوح. قل نحمل فيها، ربنا أصدر الأمر لسيدنا نوح، احمل في السفينة من كل زوجين اثنين، قال لك السباع والدواب والطيور. حتى قيل ان سيدنا نوح كان يضرب بيده اليمنى فيكون معه ذكر، ويضرب باليد اليسرى فيكون معه الأنثى من السباع والدواب والطيور. فامتلأت سفينة سيدنا نوح بكل الأنواع ومن كل زوجين اثنين، يعني ذكر وأنثى. فقلنا وفار التنور، وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. خد بالك، أهل سيدنا نوح، مين أهل سيدنا نوح؟ أولاده، إلا زوجة سيدنا نوح وابنه كنعان. كان عنده أولاد تانين؟ كان عنده أولاد آخرين. قيل إن كان عنده سيدنا نوح كان عنده سام، وكان عنده حام ويافث. سام وحام ويافث، وبالمناسبة حام ابن سيدنا نوح هو جد المصريين. زي الكلام ده ان سيدنا نوح حام ابنه كان عنده ولد اسمه بيصر، وبيصر جاب ولد اسمه مصر، مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. وسيدنا نوح دعا لولده ولولد ولده وقال له اسكن الارض المباركة اللي هي مصر، ودعا له ولأولاده ولذريته من بعده، وإن فيها نهر من أعظم الأنهار، ودعا بالبركة في ثمارها. ويمكن بعد كده نبقى نتعرض لهذا الأمر بشيء من التفصيل. اسم مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح. فربنا نجى سام ابن نوح وحام ابن نوح ويافث ابن نوح، وأغرق مين؟ أغرق كنعان ابن نوح وزوجة سيدنا نوح. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما. الخيانة هنا ليست المعروفة التي يعرفها الناس، وإنما الخيانة بعدم الاتباع، هم كفروا بنوح ولوط ولم يؤمنوا، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فربنا بقول له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. من سبق عليهم القول بالإغراق والإهلاك كنعان وزوجة نوح، إنما اللي ربنا نجاهم مع نوح يافث ابن نوح وحام ابن نوح وسام ابن نوح، وقيل ما آمن معه إلا قليل، قيل 6 رجال بالنساء، وقيل 80، وهذا الأقرب للصواب، 40 رجل وأربعين امرأة، أزواج ذكور وإناث. فنجاهم الله مع سيدنا نوح، وتكاثر الجنس البشري بعد هذا. طب إيه اللي حصل في أمر الإغراق بقى؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وسيدنا نوح نادى على ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ده اللي هنعرفه بقى الحلقة اللي جاية إن شاء الله. هروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.